تفضل. شكرا. اخر تذكره لسفاجه يا جماعه. ايوه ايوه. بص يابا والنبي انا حامل وعلى اخري، وجوزي بقى لازم يحدى للولاده. هات التذكره. يعني حضرتك انا حق واحد بالتذكره دي؟ انا رايح بيت ربنا. لا انت ولا هي، انا واقف من زمان في الحته ديت، انا عايز التذكره دي. باشا الواد اهو يا باشا قدامك اهو. يلا هترضى تكسبه بقى ولا ايه؟ يلا حبيبي خد من عمو التذكره. ما تاخدش حاجه من عمو. والله اوعي يا ست. ليه يا ست اللي بتعملي دي؟ بتعلمي الواد الشحاته من دلوقتي؟ حضرتك انا حق واحد والله بالتذكره. سيبوني يا جماعه اروح عشان ادعي لكم كلكم وادعي لك ربنا ينتعك بالسلامه. مش عايزه. الواد هيجي مشوه. مش عايزه. باشا هديك 500 فوق ثمن التذكره. انا رايح بيت ربنا يا جماعه. روح بيت ربنا ازاي بالمنظر ده يا معلم؟ انت شكلك منحرف قفاش. ليه منحرف ليه؟ اه والله ايه المنظر ده؟ يا باشا انت معايا قد التذكره ما تخليش حد يتكلم. يا حسين. حسين مين يا عم؟ يا بنت شرطه يا حسين. انا ما اتعصبتش، دي هرمونات حضرتك. وبعدين انا لسه في الثاني، يعني دي شويه انتفاخات. ما تزعلش. ها صباح الفل. بالظبط. يعني استحملنا، يعني احنا كلنا اخوات مع بعض، مسلم ومسيحي وطرف ثالث، كلنا حبايب يعني. سلام عليكم. فعلا يا ابني استحملنا. فين الاخوه؟ فين السماحه؟ فين التذكره؟ مفيش تذكره بعد اللي انتوا عملتوه ده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.